معنا اتصال ومداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره رشا السلام عليكم، اخبار حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. دكتورتنا الفاضله مقدمه برنامج هي دي مصر، برنامج ايوه موفق وربنا يتقبل من حضرتك ودايما من نجاح لنجاح يا دكتور. ربنا يخليك يا استاذ اسماعيل، كل سنه وحضرتك طيب. انا حبيت ان انا ادخل دلوقتي اتكلم عن فرحه العيد بالناس المحترمه اللي شغاله في قناه الصحه والجمال، مع شخصيه محترمه زي حضرتك. تسلمي يا دكتوره. مع ناس بتتكلم بمنتهى الذوق بمنتهى الدين السمح، يعني انا مش عارفه اساسا من غير قناه جميله زي قناه الصحه والجمال، زي ناس محترمه زي حضرتك باسلوبها وبالقيم الجميله اللي حضرتك بتتكلم بيها، العيد ما كانش هيبقى حلو. تسلمي يا دكتوره، وبرنامج موفق لحضرتك ودايما من نجاح لنجاح، ونبشرك ان الفكره الجميله اللي حضرتك طلعت عليها النهارده اللي هي فكره الكتاتيب المصريه القديمه باسلوب حديث اصبحت موجوده في معظم الروضات في مصر وفي مناطق الازهريه وفي التربيه والتعليم، لكن بشرينا في برنامج حضرتك الفتره القادمه هيكون في ايه الجديد عند حضرتك؟ بص حضرتك، هو الجديد كله كان في قناه الصحه والجمال بدايه وانطلاقي الصاروخيه زي ما بيقولوا بالمحبه اللي لقيتها مع الناس. والله هو كل حاجه كانت بتخرج وانا بشتغل في قناه الصحه والجمال، كانت بتقول انها بوادر خير في كل حاجه. يعني مثلا احنا لما جينا عملنا في الاول خالص برنامج هي دي مصر، وبعدين اتكلمنا في حاجات كتير جدا جدا كانت شبيهه باللي حضرتك بتتكلم بيها، علشان الذوق في التعامل مع الناس على الشاشه هو ده اللي بيجذب المواطن ان هو يتابع برنامج معين. نعم. ان هو ياخد ويدي حتى مع نفسه، لا البرنامج ده هادف، البرنامج ده يستحق ان انا استناه، يستحق ان انا اتفرج عليه. نعم. فكل ده كان نابع من قناه الصحه والجمال علشان تاكد ان اي حاجه بتتقال مش مجرد كلام وبس، مش مجرد شو وبس، لا مش مجرد ظهور وبس. فعشان كده احنا حاولنا بقدر الاستطاعه ان احنا نثبت وجودنا، الصغير والكبير لازم يتفرج على اي برنامج. يعني مثلا برنامج حضرتك ما شاء الله، انا عن نفسي سعيده جدا ان انا عامله المداخله، برنامج محترم، برنامج هادف. قبل اي حاجه انا كنت اساسا ازهريه. نعم. فالازهر الشريف بتعليمه السمح الوسطي الجميل علمنا حاجات وقيم ومبادئ نكمل بيها باقي حياتنا من الطفوله لغايه ما نشيب زي ما بيقولوا. نعم. فان شاء الله باذن الله هنفضل على نفس النهج بامر الرحمن، هنحاول بقدر الاستطاعه ان احنا نمشي على الطريق السوي زي ما احنا بدانا في قناه الصحه والجمال، هنكمل باذن الرحمن يا رب يا رب، ومن نجاح لنجاح يا دكتور. تسلم حضرتك باسم الدكتور اسماعيل. وبعدين عايز اقول حاجه، ان مصر بخير، يعني انا كل اصدقائي الاطباء اتصلوا عليا يهنوني بالعيد. نعم. كل سنه وانتم طيبين. فانا انا بقول ان احنا في مصر السماحه لها اول وما لهاش اخر. نعم نعم. والله ابشر حضرتك دكتوره رشا في احدى دوراتنا في صعيد مصر وبالتحديد في سوهاج، كان بيحضر معانا غير مسلمين، والله يعني حضر معانا دورات نور البيان وتعليم الكتاتيب وتعليم الطفل القراءة الصحيحة، حضر مسلمين وغير مسلمين، ودي من البشريات اللي احنا بنبشر بيها دايما. يعني الحمد لله رب العالمين. احنا زي ما انا بقول لحضرتك السماحة موجودة هنا، لا بداية ما لهاش نهاية بلا انقطاع. انا هنا بحاول خلال برضه بدايه قناه الصحه والجمال، حاولت ان انا العلاقات بيننا وبين بعض تكون وطيده جدا جدا. عملنا مع بعض مداخلات كتير لاخواننا الاقباط ايام الاعياد اللي كانت بالنسبه لهم، كان في بيننا وبين بعض مشاركات حتى فعليه في المكان اللي انا موجوده فيه. وان شاء الله باذن الله الدنيا تفضل ماشيه معانا بكل حب وبكل سلام وبكل امان، وربنا يرفع عنا الوباء. طيب. والبلاء باذن الله. انا بشكر حضرتك. شكرا دكتور. شكرا حضرتك. شكرا. برنامج موفق.